في حد فيكم بقاله سنتين يا فرحة الحمد لله اتقبل منهم معظمهم لان هو القرار اللي كان جاي من الوزارة. لو سمحت حضرتك برضه اثبتي ان هما ما رضوش ياخدوا من رياض اطفال تظلمات في المديريه. ما رضوش ياخدوا من قسم رياض اطفال تظلمات. سيبهم عشان تعملوا حاجه مفروض واحده من رياض اطفال على واحده من الاعلام مع بعض كده لجنه وتتقابلوا مع بعض وتطلعوا بحيث ان هم يعرفوا يسكتوا لان ما فيش واحد يعرف يسكتوا.